حضرتك بتقوله كده جميل وحلو قوي، لكن المريض بقى يعرف ازاي ايه اللي يخليه يروح للدكتور وايه اللي شويه برد. يعني تمام. تلاقي مثلا بعض الناس لما تشتكي كده انه حاسه بنغز في صدري، يقول له تلاقيك خدت لفحه هواء، تمام. فدفي نفسك واشرب حاجه سخنه ولا ادهن زيت زيتون مع زنجبيل وان شاء الله تروق. فيفضل يعمل كده لكن لسه حاسس بالوجع. وفي ناس بتخاف جدا جدا على نفسها، تمام. فمن اي حاجه تروح تزور الدكتور، الدكتور يقعد يقول لها ما فيش اي حاجه وانتوا زي الفل. فايه اللي يستدعي ان انا اخد نفسي بسرعه واروح اكشف عند الدكتور؟ تمام. نحن دائما نعالج مريض وما بنعالج مرض. يعني مو كل شخص مثلا صار في عنده الم صدري فهو لازم يروح على المشفى، لكن في عندنا شيء اهم شغله مثل ما حكينا انه نعالج مريض. يعني مثلا انا عندي مثلا تيتي موجوده مثلا بالبيت وعمرها 60 سنه وصار في عندها الم صدري، فما بيجي الا والله مثلا انه خلص انت عندك التهاب قصبات او هذا، لا العكس تمام. يكون عندي شاب مثلا عمره 20 سنه ومثلا عنده صار عنده رشح ومثلا قريب او صار عنده شيء صار في عنده الم بالصدر، فنحن كثير ضروري موضوع العمر. العمر اساسي جدا، يعني اي شخص عنده الم صدري للمره الاولى، نحن من اي شخص عنده الم صدري للمره الاولى مع زله تنفسيه شديده فهذا لازم يروح على المشفى، خصوصا اذا كان في عندنا ضيقه النفس الموجوده عندنا. حتى لو عمره صغير. حتى لو عمره صغير، اذا كان هو شاك بضيقه نفس او زله تنفسيه مثل ما حكينا الطوبه مثلا او البلوك الموجوده على صدره، فهو لازم مباشره يذهب الى المشفى. لكن في عندنا بعض الحالات الثانيه اللي حنحكي عليها اللي هي الالام الصدريه، الالام الصدريه بتتعلق بجدار الصدر، جدار الصدر في نحن عندنا الجلد، في عندنا العضلات، في عندنا العظام، في عندنا الاعصاب. كل هاي المكونات اللي احنا حكينا ممكن يكون فيها ألم. يعني مثلا أنا ممكن أكل مثلا طرق على صدري فإجباري حتعمل عندي نوع من أنواع الألم الصدري، فهي الألم الصدري مباشرة إذا صار عندي أي وجع أكل ممكن يعمل ألم صدري؟ إذا كان أكلت، يعني إحنا عندنا سوري مثلا أكلت ضربة مثلا، أكلت ضربة يعني أخذت بوكس، أنا قلت أكلت إيه؟ يعني إحنا نعرف إن أكل يعمل حموضة، إنما يعمل جايين على موضوع الأكل والكذا اللي هو ممكن يعمل ألم صدري كمان، بس مثلا إذا أكلت مثلا طرقة ضرب او خدت علقه يا جماعه، خدت بوكس يا جماعه، تمام. أيوه. اذا كان في مثلا هيك فممكن يكون مثلا هو الالم، وهذا الالم شديد احيانا بيستمر لمده شهر ل 45 يوم حتى يطيب، خصوصا اذا كان في الم غضروفي. لو نعرف نحن القفص الصدري في عندنا الغضروف في عندنا العظام، فاذا كان في الم غضروفي فبيكون شديد جدا، تمام. هي من الالام اللي مثلا ممكن تتوجع عندنا. الشغله الثانيه احنا عندنا موضوع خصوصا حاليا بفتره الشتاء، الانتانات التنفسيه. الانتانات التنفسيه بشكل عام تعمل نوع من انواع الالام الصدريه. هي الالام الصدريه غير مخيفه، بتروح مباشره بعد ما ناخذ نحن الدواء. في عندنا شيء نحن وصغار بنسميه نحن الجدري، مصر الجدري. ايوه تمام، الجدري. هذا احيانا بصيبنا نحن وصغار، بيطلع جدري وبينتشر عند الانسان لما بنكبر. اول ما يصير في عندنا ضعف مناعي او نقص في المناعه بينتشر على شكل اسمه الالم النطاقي او زنار النار. يسمى عندكم مصر زنار النار او الالم نطاقي. زنار النار يعني الم بصير عندنا نحن بينتشر، بيطلع مباشره تنطفح على الصدر، بصير في الم شديد والم ناري مثل الكهرباء. فلذلك هي من الالام الصدريه اللي ممكن موجوده عندنا، طبعا هي تستدعي انه مراجعه الطبيب مباشره مشان الاطمئنان الموجود عندنا. هي كلها من الالام اللي نحن ممكن، يعني زنار النار ده بيبقى عباره عن حبوب بتطلع في الجسم. ايوه تمام. بالاضافه لالم شديد موجود، هذا الم عباره عن شيء حوالي الجلد. في الام عظميه، في الام نحن مثل ما حكينا نحن، في من الالام الثانيه نحن لازم نرتب افكار المشاهدين لحاليا. في عندنا نحن الالم القلبي، الالم القلبي مثل ما حكينا فيه عباره عن مثلا تقل زله تنفسيه، في عندنا خدر ونمل بالايد اليسرى على الذراع اليسرى، يصل الفك السفلي، بيصل الى البطن، في غثيان، في اقياء، في عندنا نحن نوع من التعرق البارد. اذا بنحكي على الانماط الثانيه اللي ما خوف مثلا، كمان حكينا عن التهاب التامور وتسلخ الابار، هذا الالم القلبي. شو ما كان الالم القلبي فنحن لازم نروح لوين؟ الدكتور على المشفى مباشره، على الاسعاف مباشره. عندنا شيء ثاني، المريض القلبي اللي عنده بالاصل نقص ترويه وصار في عنده جهد، يعني طلع مثلا طاب ان ثلاثه وصار في عنده الم صدري، هل بيروح على المشفى؟ لا، هو ده عارف نفسه، هذا عارف حاله انه هو عنده نقص تروي، هذا بيكون عم ياخذ ادويه من مميعات، من مقويات للقلب، من مثلا مسكنات الالم الموجود عنده. في عندنا احنا مثل ما حكينا الشباب اللي بهالعمر هذا، اشيع انواع الالام الموجوده عند الشباب هي الالام العضليه الهيكليه اللي هي ناجمه بعد مثلا مجهود معين او هيك شيء، رياضه او كذا، تمام. من الالام الثانيه اللي ذكرناها هي بنرجع موضوع الاكل والشرب والكذا، في عندنا شيء اسمه قلس معدي مريئي، يعني ارتجاع الطعام. نحن في عندنا الواصل ما بين المري والمعده، في عندنا شيء اسمه المصره المرئيه السفليه. المصره المرئيه السفليه على كثر القهوه والنسكافيه والشاي والتعصيب والتوتر والضغط النفسي بصير فيها ارتخاء. هذا الارتخاء بيخلي حموضه المعده تطلع من المعده الى المري، هذا المري بيعملنا نوع من انواع الحرقه، نوع من انواع الارتجاع، حموضه شديده بدرجه من الدرجات بصير في عندي نوع من انواع الالم. هذا الالم الموجود عندي بيشابه الم الخناق الصدري، بيشابه الم احتشاء العضله القلبيه، مسميين احتشاء العضله القلبيه السفليه. لذلك احيانا مريض، انا جاني مريض يراجع دكتور واثنين وثلاثه وصار عنده الم شديد جدا بالصدر، ويعملوا له تخطيط ويعملوا له اكثر من قصه، هيك يعني اشعه، تخطيط اشعه الاي سي جي،
فاجى اخر شيء عندي عم يقول لي انه دكتور انا حاسس اني ما عم برتاح بصدري. فمن ضمن القصه انه هو عنده ارتجاع، بمجرد اعطيناه مضاد حموضه واعطيناه الادويه فالمريض ارتاح بشكل كامل. الموضوع بسيط وطلع ملوش علاقه بالقلب. تمام، احنا اهم شغله موضوع هذا الامر انه احنا نعالج مريض وليس مرض، لانه احيانا ممكن يكون عندنا نوع من انواع النمط الرابع من الالام الصدريه، الالم التوتري. توتر النفس بقى. إذا كان واحد مثلا عم يعمل بمجال الإعلام أو مجال الطب أو بمجال كذا، فيكون عنده توتر عظيم، بيكون بمجال المحاسبة، خصوصا بهذا الزمن اللي نحن موجودين فيه اللي هو فيه توتر، حياة سريعة جدا مع الأوضاع السياسية الجميلة اللي العالم بيعيشها. مع الأوضاع الهائلة اللي موجودة حاليا، كل واحد عايش في توتر، فدائما في خبر جديد، دائما في توتر، دائما في أعباء جديدة بالحياة، فبصير في عندنا نوع من أنواع التوتر. هذا التوتر قد يؤدي إلى نوع من أنواع الضيق ونوع من أنواع الألم الصدري الموجود، وخاصة عند الشباب. لذلك هلا رسالة إلى الشباب، شاب يائس يعني شاب له ألم صدري، شاب متفائل وعنده أمل بالحياة فهو شاب ما عنده هي الآلام الموجودة. بنحاول نشتغل على الجزء الثاني. تمام، دعوة لكل الشباب وكل البنات وكل كذا، أنه أنت لازم تعيش حياة صحية أول شيء بدون سهر، ما يكون عندنا سهر مثلا للساعة 11 12 بالليل، أكثر شيء مثلا يكون في استيقاظ صباحي، فقت أنا الساعة 5 مثلا صليت الصبح، أما تخليك قاعد اقرا اذكار الصباح، شوف اقرا اي شيء ثاني، حاول انك مثلا حاول ان تكون الحياه اللي انت بتعيشها عيش حياه سليمه، حياه صحيه بشكل كامل يعني. ايوه لايف ستايل.